مثل ما شفتوا اصدقائنا انه بلشنا بالطبخ. صباح الخير او مساء الخير من جريده النهار ومن الشفشاي زيتوني. اليوم عم نعمل اكله بتطوش وبتعقد، اكيد مثل ما شفتوا فيها بصل، فيها لحمه مفرومه، فيها صنوبر، وفيها ارضي شوكي وصلصه الحامض، يعني ارضي شوكي محشيه باللحمه مع صلصه الحامض، وعلى جنب رح احط لها شويه رز مع شعير. وأوراق الأرض شوكي لازم تكون كمان مية حامضة. شوكي مع الوراق صاروا جاهزين، بس كمان علومية ما نشيلهم من المي المغلية ونحطهم بالمي المسقعة الباردة حتى نحافظ قدنا فينا على اللون الأخضر الباقي من لون. بنهي اليوم حلقتي، كانت كتير سريعة وحلوة. لقائي الأسبوع القادم مثل العادة، جريدة النهار مع الشاشة.